بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون مفيد لمترجمين كتير خصوصا المبتدئين. هنستعرض فيه مواقع مفيده جدا، مش بس للترجمه من عربي الانجليش او العكس، كمان في مواقع متعدده اللغات. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن 3 حاجات. اول حاجه المواقع اللي فيها قواميس وموثوق منها. 2، هنتكلم عن الاكرونيمز اللي هي الاختصارات وإيه أهم المواقع المتخصصة في الموضوع ده. 3، مواقع ترجمة نصوص القرآن الكريم والأحاديث والإنجيل. وطبعا كل اللينكات هكون سايباها في الديسكريبشن بوكس تحت. كمان هسيب لينكات لفيديوهات سابقة عن تفاصيل دبلومة الترجمة في الجامعة الأمريكية وعن امتحان تحديد المستوى في الجامعة الأمريكية وإزاي تستعد ليه. أتمنى قبل ما أبدأ إنكم تدعموا القناة بتاعتي عشان تكبر وأقدر أستمر باللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة مواقع الترجمة زي القواميس، في منها مونولينجول وفي منها بايلينجول. وطبعا مش محتاجة أوضح إن المونولينجول يعني لغة واحدة، وبالتالي الكلمة وشرحها بيكون بنفس اللغة، لكن البايلينجول بيكون مزدوج اللغة، يعني الكلمة بتكون بلغة ومعناها بيكون في اللغة التارجت. مبدئيا كده لازم نوضح إن طالما ناوي تشتغل مترجم يبقى لازم تعود نفسك إنك ما تشتغلش إلا على مواقع موثوق منها، وتبقى عارف إزاي تبقى متأكد من الترجمة اللي بتلاقيها، مش أي حاجة موجودة على النت تبقى صح. في مواقع كتير جدا بتلاقيها بالظبط زي اللي بنقول عليها في مصر هنا، يعني تحت بير السلم. موقع جميل جدا معانا هو موقع وان لوك. الموقع ده مونولينجوال. مزايا الموقع ده انه مش بس بيساعدك على ترجمة الكلمة او انه يجيب لك مرادفاتها، لا، ليه مزايا تانية كتير. اول حاجة انك لما بتكتب كلمة عشان تجيب معناها مش بس بيجيب لك مرادفاتها، لا، بيجيب لك لستة بكل القواميس الموثوقة زي اوكسفورد وميريام ويبستر ومواقع تانية كتير، قصدي قواميس تانية كتير اللي ترجمت الكلمة اللي بتدور عليها. وطبعا ده بيديك فرصة كبيرة جدا انك تتأكد من معنى الكلمة، اللي هو يعني مش يعني طالما الموقع الفلاني والفلاني ترجمها كذا يبقى اكيد الترجمة مش هتكون غلط. تاني ميزة للموقع ده، وهي من أهم مميزاته، إنها بتديك فرصة إنك تعرف سياق الكلمة اللي بتدور عليها واقتراحات لإيه الكلمات اللي ممكن تيجي قبلها أو بعدها، أو حتى لو أنت عارف الكلمة بس مش متأكد من حروفها أو المجالات المتعلقة بيها. كمان ممكن تترجم منها الأكرونيم أو الاختصارات، ولو إن دي ليها مواقع تانية متخصصة لسه هنتكلم عليها، بس ستيل الموقع ده ممكن يساعدك بشكل كبير جدا في ترجمتها. كمان الموقع ده فيه ميزة انك تدور على الحاجة بالعكس، يعني تبقى عارف التعريف بس مش عارف المصطلح، وبالتالي انت ممكن تكتب التعريف او كام حاجة انت عارفها زي كلمات مفتاحية وهو هيديك المصطلح نفسه. زي ما احنا شايفين اهو على موقع وان لوك، انت هو بيديك اكزامبل بره بيقولك ازاي تعمل سيرش. فمثلا لو احنا هنعمل سيرش بالكلمة كلها، هو مثلا عامل اكزامبل على كلمة بلو بيرد، هنلاقيه على الناحية اليمين بيطلع معاني الكلمة والمشتقات بتاعتها noun adjectives وهكذا والمرادفات بتاعتها، وعلى الناحية الشمال جايب كل القواميس الاونلاين الموثوق منها اللي بتديك معاني ومرادفات للكلمة. حاجة مثلا زي مريم ويبستر اهو، حاجات تانية برضو قواميس مشهورة جدا اونلاين، وبتبقى طبعا يعني 100% بتبقى صح، مفيش اي شك انها تكون غلط. تاني حاجة هو عاملها ودي بقى بتبين مميزات السايت، ان مثلا انت ممكن تعرف لو مثلا كلمة بتبدأ ببلو ايه الكلمات اللي بتيجي بعد بلو، فبتعمل بلو وبعدين بتعمل علامة الاسترس النجمة، وبيجيب لك بعد كده كل الكلمات اللي بتبدأ ببلو وايه بقى اللي بيكون بعديها. طب انا ممكن اعمل العكس، ممكن ابدأ الاول عايز اعرف ايه الكلمة اللي بتيجي قبل بيرد، فبرضو بتعمل استرس مكان الكلمة اللي انت عايز تجيبها وكلمة بيرد بعديها، وتدوس انتر بيطلع لك برضو كل الكلمات اللي بتدي نفس المعنى. طب لو انا مثلا عارفة كلمة بلو بيرد بس مش متأكدة او مش متأكد من السبيلنج بتاعها، فبيقولك اعمل اكتب الحروف اللي انت عارفها واعمل مكان اللي انت مش عارفه question mark، فهيطلع لك الكلمات اللي بتبدأ ب بي ال واخرها ار دي
وطبعا عدد حروف اللي في النص هو مكان علامات الاستفهام. طيب لو انا مثلا عايزه اعرف مثلا كلمه بتبدا ببي ال وبعديها سنو، انا عايزه حاجه متعلقه بكده، يعني حاجه ليها معنى للسنو، فبرضه هيديك لستة بالمقترحات اللي هو بيقترحها عليك. طيب لو قلنا مثلا عايزين حاجة متعلقة بالسنو، هو ده المثال اللي هو بيضربه، ده ممكن تعمل تجرب بكلمات تانية، فتروح عامل استرس بعدين كولن سنو، هيديك كل الكلمات المتعلقة بالتلج بالسنو. طب لو انا مثلا عايزة اعرف سنو وينتر، ماشي، عايزه مثلا اعرف اي حاجه متعلقه بالكونسبت بتاع الوينتر، سوري الكونسبت بتاع الوينتر سبورت مش سنو وينتر، انا اسفه، اعمل استرس وبعدين كولن، هيديني كل الرياضات المتعلقه بالشتاء اللي هي التلج والحاجات دي يعني. هنا مثلا كاتب وينتر وقبله وبعده بيديك ايه اللي بيجي في السياق ده. انت ممكن تقعد تجرب مع نفسك. هنا مثلا اللي كنا بنقول اختصارات اللي هي بدايات الكلمة، بدايات كل كلمة، فبكتب expand، انا عايزة مثلا اعرف ناسا، expand colon ناسا، احنا كلنا فاكرين ان ناسا بس دي بتاعت الفضاء، لا في حاجات تانية كتير جدا بتبدأ او مؤسسات او هيئات بتكون الحروف بتاعتها ناسا وبتبقى معنى مختلف تاني خالص. بعدين بقى هنتكلم دلوقتي عن الـ reverse dictionary اللي هو بالعكس، انت بتكتب التعريف او الحاجات اللي انت عارفها وعايزه يجيب لك المصطلح نفسه ايه. هنا مثلا بيديك مثال مثلا اعراض مرض مثلا ربنا يعافينا، when cancer spread through the body مثلا، ايه اسم المرض او ايه اسم الحالة دي لما يعني الكانسر مثلا يبقى خلاص انتشر في الجسم كله، فهيقول لك ايه المصطلح بتاع الكلمة دي. لو قلنا مثلا هو بيدي مثال تاني مثلا زي soft cheese، هيقول لك ايه مثلا اسماء الجبن اللي بينطبق عليها الوصف ده، وهكذا. انت ممكن تقعد تكتشف في الموقع ده لبكرة الصبح. تاني موقع معانا النهاردة هو موقع المعاني. الموقع ده فيه لغات كتير جدا، وبجد هو من أجمل المواقع العربية الموجودة والموثوق منها جدا على الإنترنت. الموقع ده زي ما قلت بيدعم لغات كتير وسهل، وطبعا بيديك معاني كتير في سياقات مختلفة. عندنا هو على الويب سايت بتاع المعاني، طبعا بعد ما بتختار اللغة من فوق بنكتب مثلا أي كلمة، مثلا كلمة نضد مثلا في السيرش، وبنشوف معانيها والمشتقات بتاعتها المختلفة. وزي ما قلت المعاني ده مش بس عربي وإنجليش، هو لغات كتيرة جدا، بس هو من أكتر المواقع أو القواميس العربية الموثوق منها على الإنترنت. ممكن نعمل سيرش على كلمة بالإنجليش في أي لغة احنا عايزينها. كلمة مثلا زي spring مثلا والمعانيها المختلفة. تالت موقع مهم معانا هو Word Reference، هو برضو موقع متعدد اللغات وفيه عربي. زي ما احنا شايفين على السلايد بتاع
بتاع وورد ريفرنس، مش محتاجين نتكلم فيه كتير، هو نفس نظام المعاني، بتظبط اللغة السورس والتارجت لانجويج وبتكتب في السيرش بار بمنتهى السهولة. طيب احنا كده خلصنا اهم مواقع الترجمة او القواميس العامة. طب تاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي الاكرونيمز او الاختصارات، اللي بتبقى بدايات الحروف من كل كلمة لاسم منظمة او هيئة، مثلا زي كلمة ناسا. لازم نعرف ان مش كل اختصار هيبقى ليه نفس المعنى، لا ممكن الاختصار يبقى نفس الحروف ويبقى عن حاجتين مختلفين. فعشان تترجم مثلا اختصار من الانجليش للعربي او لاي لغة، لازم تعرف الاول الاختصار ده بيرمز لايه. ومع الاسف مش كتير بيبقى الموضوع واضح وسلس ومباشر، لان الاختصار ممكن يبقى ليه معاني متشابهة جدا، وانت عليك انك تحدد بالظبط المجال او السياق اللي بتترجم فيه، وبالتالي تحدد ايه هو الاختصار المناسب ليه. طب ايه الاجراءات او الاصول اللي لازم تمشي عليها وانت بتترجم الاكرونيم؟ اول حاجة تكتب الاختصار في المواقع المتخصصة ليه واللي هنقولها دلوقتي. تاني حاجة تحدد التخصص اللي بتدور فيه أو السياق اللي الجملة عليها. تلاتة تبدأ تقرأ في كل اقتراح هو مديهولك وتحدد مدى قربه من السياق وهل ماشي مع اللي انت بتترجمه ولا لأ. رابع حاجة تاخد اللي انت حاسه قريب من الجملة اللي بتترجمها وماشي عليها وتدور في جوجل، وهنا هتتأكد إذا كان صح ولا غلط. لو لقيته ملوش علاقة أو مش واضح قوي ارجع دور في اقتراحات تانية وهكذا. وخلي بالكم في حاجات كتيرة جدا بتبقى متشابهة وملتبسة جدا. طيب بعد ما حدد الترجمة الاختصار أعمل إيه؟ أبدأ أدور على ترجمة للمصطلح ده بالعربي أو للغة المستهدفة اللي بنسميها Established Translation. طيب لو ما لقيتش Established Translation للكلمة أو للأكرونيم، ساعتها هبدأ أحط أنا ترجمة من عندي. اول موقع معانا هو موقع Acronym Finder، هو موقع مفيد جدا في موضوع الاختصارات ده. بنكتب في السيرش بار الاختصار او الحروف اللي احنا بندور لها على معنى، حاجة مثلا زي ODC. وبنلاقي حاطط فوق اختيارات المجال اللي انت تحدد او البحث فيه، يعني مثلا مجال طبي، مجال قانوني، مجال اقتصادي، عشان تقلل من نتائج البحث لان طبعا بيكون فيه تشابهات كتيرة جدا. انا بمشي بسرعة بقول يعني كل تخصص ايه النتائج بتاعته. زي ما قلت انت لما بتلاقي بتحدد يعني في مجال معين وبتقرأ على حسب سياق الكلام اللي بتدور فيه، لو لقيت انه متناسق او ماشي مع الكلام او مع الجملة اللي انت بتترجمها تبدأ تفتح تشوف تفاصيل اكتر ليها، وبعدين تروح على جوجل تكتبه وتشوف هل فعلا تتأكد اذا كان الموضوع متعلق باللي انت بتترجمه ولا لا. احنا ممكن ندخل اي اختصارات تانية، زي ما قلت بناخد الاختصار ونتأكد منه ازاي، بنروح على جوجل نكتبه ونشوف مدى تعلق الترجمة او النتيجة اللي هو جابها بالجملة اللي انا بترجمها. تاني موقع معانا مختص بالأكرونيم هو موقع unterm.org، وهو موقع تابع للأمم المتحدة. الموقع طبعا ده يعني مفيد جدا، هو فيه لغات كتير، كل اللغات المستخدمة في الأمم المتحدة. أول حاجة بنعملها لما بندخل بنظبط اللغة من السيتنجز فوق على الشمال، بنختار مثلا أنا عايزة إنجليش وعربي بختارهم مع بعض، وبعمل سيف وبخرج
وابدا اكتب الكلام اللي انا عايزاه في السيرش عادي في السيرش بار. يعني مثلا اول مثال عندنا لو بندور على حاجه مثلا اسمها اي اف بي، ايه مثلا الحاجات اللي بترمز لاي اف بي. وخلي بالكم مش كل الحاجات هتبقى يعني ليها حاجات بالعربي، ممكن حاجات ميبقاش ليها ترجمه بس still في حاجات هيبقى ليها ترجمه. لو قلنا مثلا نجرب حاجة تانية مثلا UNDRC، ندوس انتر، دي ليها حاجات بالعربي او ترجمة بالعربي موجودة. الموقع سهل جدا مش معقد خالص. بالنسبة لترجمة النصوص المقدسة اللي نسبة الاجتهاد طبعا فيها بتقل جدا، ولازم يكون فيها قدر كبير جدا من الالتزام بالاستابليش ترانسليشن ليها. هنتكلم مع الأول عن نصوص القرآن الكريم، وهنا عندنا موقعين. الموقع الأولاني هو كوربس قرآن وتنزيل دوت نت. طب إزاي نعرف ندور على ترجمة آية من القرآن الكريم؟ أول حاجة بنروح على جوجل وبنكتب الآية أو الكلمات المفتاحية اللي فاكرينها من الآية، وطبعا النتائج هتظهر في السيرش على الآية وجنبها اسم السورة وطبعا رقم الآية. هنحفظ أو هنعرف إيه اسم السورة ورقم الآية، وهنروح للسايت بتاع كوربس قرآن وهنبدأ نكتب التفاصيل دي في السيرش بار، ونفس الكلام طبعا بالنسبة لموقع تنزيل دوت نت. لو رحنا مثلا ندور على ترجمة أي آية على جوجل، مثلا آية زي مثلا وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنا مش فاكرة مثلا مش عارفة رقم اسم السورة ولا رقم الآية، بس طبعا أنا أول ما كتبتها في السيرش بار جابلي الآية بتفاصيلها كلها اسم السورة. بروح على السايت، خلاص أنا عرفت تفاصيل الحاجات اللي أنا عايزة أعرفها، رحت على السايت بتاع كورس قرآن. واخترت على الشمال English Translation وبدأت أختار رقم الآية واسم السورة اللي أنا عايزاهم، وهلاقي تحت كاتب لي يعني ترجمة الناس المشهورة أو الناس الثقة في ترجمة آيات القرآن الكريم، زي دكتور غالي، زي يوسف علي، زي محمد أسد، وفي أسماء تانية يعني دول من أشهر الناس اللي ترجمت القرآن. ونفس الخطوات اللي عملتها في موقع كوربس قرآن هعمله في موقع تنزيل دوت نت. هختار اسم السورة، هختار رقم الآية، وأدوس ترانسليت. الأول بحدد أهو سورة آل عمران الآية رقم 140. خلاص اتأكدت إنها الآية اللي أنا قصدي عليها، خلاص أبدأ فوق أعمل ترانسليت، جابلي الترجمة بتاعة الآية. وهنلاقي ممكن من الاختيارات على الجنب على الشمال إن أنا أختار اسم المترجم. طيب هنيجي للأحاديث النبوية الشريفة، وعندنا موقع اسمه sunnah.net.com. وده مش محتاج انك تروح لجوجل عشان تكتب الكلمات المفتاحية، هو نفسه هتروح فيه على السيرش بار وتكتب الكلمات المفتاحية للحديث اللي بتدور عليه، هو هيروح يجيب لك كل الأحاديث اللي فيها الكلمات المفتاحية اللي انت استخدمتها. الإنجيل، وعشان ندور في آيات الإنجيل لازم نبقى عارفين 3 حاجات: اسم السفر اللي هو اسم الكتاب البوك، اسم الإصحاح اللي هو الشابتر، واسم الآية اللي هي الفيرس. أروح أكتب على جوجل الآية اللي أنا عايز أترجمها، هيطلع لي في النتائج اسم السفر ورقم الآية والإصحاح. طب إيه المواقع اللي هنروحها؟ عندنا
عندنا في مصر موقعين هما المستخدمين أو المعتمدين في ترجمة آيات الإنجيل، هما Bible Gateway و CopticChurch.net. لو عايزين مثلا نترجم آية من الإنجيل زي مثلا زي اللي أنا كاتباها دي، الجواب اللين يصرف الغضب، ناخدها مثلا كوبي نحطها على جوجل بيست ونشوف النتائج ايه اللي هتطلع لنا. هنشوف ان كل النتائج مطلعة حاجة واحدة، ان هي الكتاب اسمه امثال 15:1، هم رقم الاصحاح ورقم الاية. هحفظ التفاصيل دي كويس قوي واروح على اول سايت اللي هو CopticChurch.net وهبدأ اشوف الاول اختار اسم الكتاب. دي خطوات مهمة جدا. هختار مثلا اسم الكتاب Proverbs اللي هو امثال، اعرف يعني انا اعرف ان اسم الكتاب كذا عشان انا اكيد مش عارفة كل اسماء الكتب، فانا عرفت ان امثال ترجمتها Proverbs، اكتبها Proverbs واعمل space وبعدين 15:1، جاب لي اتأكدت خلاص ان انا كده وصلت للآية اللي انا عايزة اترجمها. ابدأ اشوف ترجمتها والاقيها بمنتهى البساطة ظهرت معايا. بينطبق على ونفس الكلام بينطبق على Bible Gateway، بدخل اسم الكتاب رقم الإصحاح ورقم الآية، هتطلع لي الآية وترجمتها بمنتهى البساطة. بكده أكون غطيت النقط أو المواضيع اللي كنت عايزة أتكلم عنها النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وحسيتوا باستفادة ولو بسيطة. كل لينكات المواقع اللي اتكلمنا عنها النهاردة هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس، كمان هتلاقوا لينكات الفيديوهات اللي اتكلمت فيها عن دبلومة الترجمة في الجامعة الأمريكية وعن تفاصيل امتحان تحديد المستوى وازاي تستعد ليه. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك عشان كل الفيديوهات توصل لكم بشكل منتظم، واتمنى انكم تشاركوني في الكومنتس باسئلتكم وافكار لمواضيع انتوا حابين اتكلم عنها واعمل فيديوهات عنها سواء كان متعلقه بالانجليش او غيره. واخيرا اتمنى انكم تدعموا القناه بتاعتي باللايك والشير والسبسكرايب عشان اقدر استمر في عمل الفيديوهات. بشكركم وان شاء الله على اللقاء في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.